السلام عليكم. النهارده في محاضرة هنتكلم على السويتشنج تكنيكس، وهنتكلم على النوعين بتوعهم اللي هو السيركت سويتشنج والباكت سويتشنج. طيب ايه الفرق بينهم هما الاثنين؟ السيركت سويتشنج هي طريقه عشان نعمل تيلي كوميونيكيشن بين تو كلاينتس مثلا او تو اند يوزرز، بس عن طريق ان احنا نعمل ديديكيتد كونكشن، بمعنى ان هو بيكون دايما مثلا لما احب اوصل كلاينت مثلا ايه، مثلا هنا عايز اوصل ايه بي بي، فطول الوقت بيكون في كونكشن ديديكيتد بين هما الاثنين، فعشان كده بنسميه اند تو اند او ريزرفيشن، ان ده بيكون كونكشن محجوز طول الوقت ليهم، يعني مثلا كانها سلكه محجوز طول الوقت من اي لبي. دوت على عكس اللي هو النوع الثاني اللي هو الباكت سويتشنج. الباكت سويتشنج لو عاوز ابعت من اي عاوز يبعت لبي، فبيمسك الداتا بتاعته ديت وتبتدي تتقسم لمجموعه باكيتات، والباكيتات ديت بتبتدي تتبعت من اي لبي، فممكن يحصل ان يكون في حد تاني برضه عاوز يستخدم نفس السلكه ديت مثلا، فبرضه هو كمان هيبتدي يبعت باكيتس، فممكن هما الاثنين يبعتوا على نفس الميديوم، فما بيكونش محجوز لا ده ولا ده، بيكون على حسب اللي عاوز يستخدم الميديوم دوت. وهنتكلم طبعا على طريقه ازاي بيتم الحجز والحاجات دي، ازاي ان احنا نبعت من غير ما ايه يهبطوا في بعض. فالمهم نرجع تاني باختصار، الفرق بينهم ان هو السيركت سويتشنج بيكون فيه كونكشن محجوز طول الوقت من كلاينت A ل B، لكن في الباكت سويتشنج الداتا بتتقسم لباكيتات وتتبعت من A ل B على حسب الرغبة ان هو عاوز يبعت ولا لا، لكن ده بيكون دايما طول الوقت محجوز على حسب ما هو عاوز يجي. يعني مثلا ابسط فكرة ليها مثلا زي فكرة المطعم مثلا، ان هو لو حد عاوز يجي ممكن يحجز ترابيزة، فتبقى الترابيزة طول الوقت دي محجوزة له، عاوز استخدمها مش عاوز استخدمها هي موجوده ليه طول الوقت. لكن في الباكت سويتشنج لا، انت بتيجي ولو لقيت خلاص تقعد، لو ما لقيتش خلاص بتضطر ان انت ايه تستنى. تمام، فعشان كده هنا في السيركت سويتشنج بيتم المحاسبه عن طريق الكول باي كول بيزز، فانت يعني اللي هو ايه هتتصل مثلا او هتعمل مكالمه، فانت بتتحاسب ايه على المده اللي انت اتكلمتها او على استخدامك ليه. دوت عكس الباكت سويتشنج بتكون المحاسبه عن طريق ايه الباكت باي باكت بيزز، بمعنى ان انت بعت داتا فبتبتدي تتحسب عليها مثلا بالميجا بايتس مثلا اللي انت بعتها. طيب الفرق بقى برضو تاني ان هنا بيحتاج كونكشن سيت اب، فانا محتاج ان انا اعمل سيت اب للكونكشن بتاعتي عشان اقول انا عاوز اتصل من A ل B، زي مثلا في التليفون زمان خالص اتصل من A ل B فلازم تعمل كونكشن سيت اب، لكن هنا مش بتحتاج كونكشن سيت اب، انت بتبعت الباكتس وهي بيكون محجوز لها مثلا ليها الاي بي او الديستنيشن اللي هي عاوزه توصل، وبتستنى بقى ايه في طابور عشان توصل الناحية التانية. وهنتكلم ايه حوار الطابور او اللي هو الكيو اللي هو بيصنف في الباكت سويتش. طيب برضو ميزة كمان برضو تانية هنا، ان هنا بيكون عندي جرانتيد بيرفورمانس، بمعنى ان انا لو بالنسبة لي انا غلط، بس المهم يعني ان هو جرانتيد بيرفورمانس ان هو مضمون ان انا طول الوقت متصل من ال بي، فالشانل دي محجوزة لي طول الوقت محدش تاني داخل معايا فيها، لكن هنا لا ممكن باكيتات تقع يحصل دروب ليها، باكيتات ما توصلش لان مفيش ديديكيتد. ليه؟ لان احنا هنا عندنا الريسورس بتبقى شيرد، عكس هنا بيكون هنا الكونكشن ايه ديديكيتد ليا انا بس. طيب الريسورسز بقى اللي احنا بنتكلم عليها، طيب يعني ازاي بتتقسم بمختلفة، يعني هنا بنقول مثلا بيحصل كيو مثلا او طابور بتتبعت بشكل طابور، لكن هنا بتبقى طول الوقت مستمر. هنا الريسورسز بتتقسم لبيسز او قطع، يعني one piece per user. طب ايه البيسز دي؟ البيس دي مثلا ممكن تكون frequency، فده مثلا اليوزر ده ممكن يكون واخد الفريكونسي مثلا من 10 ميجا هرتز مثلا، والتاني اللي بعديه واخد ل 20 مثلا، اللي بعديه 30، دي مثلا باند ويدث بتاعه هو. لكن هنا بيكون الميديوم شيرد بينهم كلهم، احنا لينا نفس الميديوم، بس بتتقسم بحاجه اسمها statistical multiplexing، اللي هو اللي عاوز اكتر فياخد ايه ريسورسز اكتر. يعني مثلا واحد عاوز يتفرج على فيديو والتاني عاوز يعمل مجرد تصفح، فاللي هيتفرج على فيديو هيحتاج ريسورسز اكتر عشان محتاج يعمل ستريمينج فينزل فيديو بسرعه علشان ايه يتفرج عليه كويس، بس محتاج باندويتس عالي. لكن التاني بيعمل تصفح مثلا عادي فلا بياخد باندويتس قليل. فايه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل ان هو شيرنج للريسورسز بس مالتيبلكسنج، عن طريق ان اللي عاوز اكتر statistically، يعني اللي عاوز اكتر فياخد ايه ريسورسز اكتر. لكن هنا انا الريسورسز بتاعتي طول الوقت ومتقسمه بينا ومحدش يقدر ايه ياخد مني مثلا. تمام، طيب العيب بقى ايه اللي بيحصل بقى لما يحصل ان احنا بنقسم الريسورس؟ ان الريسورس بتضيع، يعني خلاص انا همسك مثلا عندي باند مثلا 100 ميجا، فانا هقسمهم على 100 يوزر، فكل واحد هياخد 1 ميجا هرتز، فخلاص هو مش هيبقى عندي غير 100 يوزر دول طول الوقت،
فالريسورس بتضيع. افترض مثلا حبيت اخلي يبقى عندي 101 مثلا او 102، فساعتها خلاص مش عارف اجيب يوزر زيادة. لكن هنا ممكن احط 1000 2000 وكلهم هيستخدموا نفس الريسورس، فانا اقدر اخلي الريسورس بتاعتي تتوسع على قد ما. طبعا بيحصل حاجات تانية، ممكن يحصل انترفيرنس مثلا، بس مش هو ده نقطتنا. النقطة بتاعتنا ايه؟ ان هو الريسورس نفسها مش بتضيع، ان انا ممكن اقدر احط عدد يوزرز اكتر واكتر واكتر. بس هي هي بتتقسم 100 يوزر مثلا هنا، بس الميزة بتاعتهم ما بيحصلش كونجيشن، او ان الريسورسز يعني اللي هو ايه، كل واحد خلاص واخد بتاع الباند ويث بتاعه، فما حدش هيجي ياخد عليه، فانا طول الوقت دي محجوزه لي زي ما احنا انديكيتد، فده ما بتكون الجوده بتاعتي كويسه، فما بيحصلش ان هو يبقى ايه في زحمه على الريسورسز ديت. عكس هنا في الباك، في الباك سويتشنج بيحصل، لا ممكن يحصل عادي جدا يحصل كونجيشن، الناس ان هي يعني ناس كتير عاوزه في الريسورسز ديت، فانا مش عارف ابعت الداتا بتاعتي. بس الداتا بتتبعت هنا ازاي؟ بتتبعت عن طريق بافرنج او كيو، يعني بيكون مثلا، يعني هنقول مثلا كده، مثلا كده ده يوزر واحد وادي اتنين وادي تلاتة، فدوت هيبعت باكت، ده يبعت باكت، ده مثلا قلنا زي الفيديو مثلا فيبعت 3 باكتات، بس هما التلاتة هيبعتوا على نفس اللاين، فبيبعتوها كيو. يعني مثلا دوت هيبقى ايه بعد كده ياخد بي، بعد كده ايه، بعد كده سي، فده هيبعت هنا الباكت، ده يبعت الباكت بتاعته، كل واحد يبعت الباكت بتاعته. فنلاحظ مثلا ان سي اضطر ان هو يستنى كتير جدا علشان يبعت الباكتات بتاعته، ودوت اتفرج مثلا على شوية حصل لاج للفيديو بتاعه، بعد كده اتفرج على الثانية اللي بعديها، بي اضطر ان هو اتأخر شوية، عكس لو كل واحد كان ليه ديديكيتد ميديوم. فده فكرة الطابور، ان هما الداتا بتاعتهم بتتبعت على شكل باكيتات في شكل اي كيو، تمام. فعشان كده هنا ممكن يحصل ايه، تزاحم او ضغط على الريسورسز بتاعتي. اللي هنلاحظه بقى ان هنا ده بيبقى ليه ميزة في السيرش سويتشنج، ان هو ممكن يصنع بقى في الفويس، لان الفويس طبعا مش عاوز حد يجي يعمل كونجيشن عليا، عاوز دايما تكون في جرانتي بيرفورمانس، ودايما انا متصل طول الوقت بيا. فعشان كده بيبقى حلو جدا للفويس، لان انا شويه ممكن اتكلم شويه ما اتكلمش، فده ميزه بتاعته. فالريسورسز يعني لو بعد ممكن اتكلم كمتوسط، فاللي بيحصل ان الريسورسز ايه بتستخدم طول الوقت. لكن هنا ده كويس جدا للداتا، ان هو اللي يحصل ان انا يعني اللي هو ايه هبعت شويه، واحد عاوز يتفرج على ستريمينج، واحد عاوز يتفرج على يفتح تصفح، يعني الاستخدام الباند ويدث بتاعنا هو مختلف، بس كلنا هنعرف نستخدم نفس الريسورس اللي احنا ايه محتاجينه، فده بيبقى مناسب ليها. لما يكون يعني نبسطها اكتر برضو، ان في الفويس هنا في السيرفيس سويتشنج يبقى كويس جدا لما يكون الباند ويدث اللي هيستخدم بتاعنا ثابت الى حد ما. يعني مثلا الفويس بيبقى من لحد 22 كيلو هرتز، انا ما اعتقد من 22 كيلو هرتز، فده هو طول عمره هيفضل كده، ان ده صوت البني ادم هيفضل كده. طبعا بيتعمل بعد كده باند ليميت ليه، لوباس فلتر قصدي، ويبقى لحد 4 كيلو هرتز، فهو طول الوقت هيفضل كده، فما بيحصلش تغير في السبيد بتاعتي اللي بتتباع بيها، او اللي هو الريت. يعني الريت بتاعي هنا بيبقى ثابت، لكن هنا الريت بيبقى ايه بيفضل يتغير. يعني الداتا مثلا شويه هبعت هستقبل بريت عالي، شويه هستقبل بريت قليل، فالريت هنا عمال بيتغير، لكن هنا الريت بتاعي ايه ثابت طول الوقت. فعشان كده ممكن اخد ديديكيتد كونكشن، لكن طالما الريت بتاعي بيتغير شويه هيتغير شويه، خلاص يبقى كلكم خدوا ريت ليكم كلكم، واقعدوا قسموه مع بعض. فهو ده المقصود بالايه، بان هو التقسيم بتاع الريت. طيب بيحصل بقى هنا عندي طبعا في نوعين من الديلي، في حاجه اسمها لينك ديلي في السيركت سويتشنج، وهنا ستور اند فورورد ديلي. طيب ايه سبب الديليز ديت؟ بالنسبه لللينك ديلي دوت بيكون بسبب ان طبعا نتيجه الاجهزه مثلا هي بتوصل مع بعضيها، السيت اب تايم في ليميت على الباند ويدث اصلا، بس لكن بيفضل الديلي دوت ثابت طول، كل مره كل مره اتصل كل مره اتكلم، فالديلي دايما بتفضل طول عمره ثابت، وده بيتحدد بس زي ما احنا قلنا بالباند ويدث والسيت اب تايم، لكن ملوش علاقه مثلا هل بيعدي على كام سنترال، بيعدي على كام نقطه مثلا عشان يعرف يوصل، لا هو الريت بتاعنا بيبقى طول الوقت ثابت. فعشان كده حابين نحسبه، نقول مثلا الداتا سايز اللي انا عاوز ابعتها على اللينك سبيد اللي هو سرعه الميديوم بتاعي زائد السيت اب تايم. يعني مثلا انا عاوز ابعت 1 جيجا والسرعه بتاعتي مثلا 1 ميجا، طبعا بنفترض يعني 1 ميجا، فهتتبات في مليون زائد السيت اب تايم مثلا هو بياخد 50 ملي سكند مثلا، فدي نقدر عن طريق نحسب الديلي بتاعي. عكس بقى الستور اند فورورد، ليه بقى؟ لان احنا هنا في الباكيت سويتشنج
لان احنا بنقول ستور فورورد، لان مثلا هو هيبعت من ايه بعد كده، المفروض هيبعتها للنود اللي بعديها. مثلا نفترض ان النود ديت هتكون سيرفر مثلا، بعد كده هيخش على السيرفر اللي بعديه، بعد كده يخش على السيرفر اللي بعديه لحد ما يوصل لبي. فالستور اند فورورد بيحصل ان هو بيبعت الداتا، لازم تتخزن هنا، وبعد كده تتبيع التاني اللي جنبيه وهكذا. فنلاحظ ان هو بياخد ديلي هنا وبياخد ديلي هنا وديلي هنا وديلي هنا، رغم ان ده مثلا ممكن يبقى 1 ميجا وده 1 ميجا وده 1 ميجا وده 1 ميجا، بس هو خد وقت عشان يبعت من هنا ويخزنها، وخد وقت عشان يبعت من هنا ويخزنها، وخد وقت هنا عشان يبعت ويخزنها. فعشان كده بيحصل الديلي دوت. فالديلي بيحصل نتيجة ان هو الداتا بتتحرك من نود للنود التانية وبتحتاج ان هي تتخزن، فدايما دايما بتبقى تتغير، لان ممكن ياخد طريق مختصر، يحتاج ياخد طريق تاني اطول على حسب النود طريقة عامل ازاي. طبعا زي ما احنا كده بقى الديلي بيبقى ايه افكتد جامد جدا بسبب نتيجة عدد، يعني عدد النودز اللي هو بيعدي عليه. فالديلي بيتحسب الداتا سايز على اللينك بتاع كل نود، وطبعا بنجمع بقى كل دوت لكل نود. يعني مثلا لو عندي 3 نودز، فساعتها مثلا زي ما احنا عملناها كده، فساعتها هيبقى عندي 3 نودز مثلا، وكل واحدة فيهم هتبعت تلاتة، يعني مثلا هيبعته 1 جيجا مثلا، فتلاتة في 1 جيجا، وكل واحد مثلا بيبعت بسرعة 1 ميجا. فهو بيحتاج ان هو العدد ده نتيجة الفرق ده. العكس التاني ده في اللي هو في اللينك ديلي، لا هو 1 جيجا على 100 ميجا على طول. فده الفرق بين ده وده، تمام. طيب النقطة اللي بعديها اللي هو كسير برضو، نتكلم برضو عن التانية بالنسبة للريد. طيب في السيركل سويتشنج الريد بيتعمل ازاي؟ الريد زي ما احنا قلنا ان الريسورس بتقسم لبيسز، في طبعا تكنيكس زي تي دي ام اي اللي هو تايم ديفيجن مالتيبلكسنج، فريكوينسي ديفيجن مالتيبلكسنج، تايم ديفيجن مالتيبل اكسس، وفريكوينسي ديفيجن مالتيبل اكسس. طبعا دي حاجات اوت اوف سكوب دلوقتي، بس يعني ممكن نركز مثلا على تايم ديفيجن مالتيبلكسنج. اللي بيحصل ان احنا بنقسم اللي هو الميديوم بتاعي كسلوتس، يعني هيحصل مثلا هنقول كسلوتس وفريمز. ايه اللي بيحصل؟ يعني مثلا ده الفريكوينسي بتاعي، هبعت مثلا على 30 ميجا، فهقسمه سلوتس، نقول مثلا كده دوت 1 و2، ويفضل ايه هكذا، تمام. طيب هيحصل ان دوت ياخد مثلا يوزر 1، دوت ياخد يوزر 2، كل واحد فيهم يبتدي ياخد ايه سلوت. فاحنا ده بنسميه سلوت، اللي هو كل حتة المجموعة الكبيرة دي كلها، دي اللي بنسميها فريم. والفريم ده بيفضل ايه يتكرر ويكرر وهكذا. فانا مثلا اجي انا هتكلم في السلوت دوت، اليوزر اللي بعديه ياخد الصوت، طبعا الباقي ده كله ايه يتكنسل عليه بالنسبه لنا، واليوزر اللي بعديه ياخد الصوت عليه وهكذا، ويفضل كده يتكرر. طيب فاحنا نحسب الريت بتاعنا في حاجه زي كده في تي دي ام اي، بيتحسب ازاي؟ عدد الفريمز، يعني في مثلا 5 6 7 فريم مثلا كل ثانيه، في 8 فريم كل ثانيه، في عدد السلوتس لكل فريم، في 8 سلوت في الفريم، ف كل فريم. بعد كده عدد البيتس في كل سلوت، يعني مثلا السلوت دوت بيحصل مثلا هو بيبعت 30 ميجا بت مثلا، تمام، مثلا ودوت 30 ميجا 30 ميجا 30 ميجا، فكده هو بيبعت 8، تمام. فكده احنا بنبعت 30 ميجا في الثانية، في التمانية سلوتس دولت، وكل سلوت في كل فريم في 8 سلوت. طيب وفي مثلا بنبعت 10 فريم في الثانية، فدوت ساعتها هيبتدي يطلع لي التوتال ريت، يعني مثلا يطلع لي التوتال ريت مثلا 100 ميجا بير سكند بقى ساعتها مثلا، يعني طبعا حسبة كده سريعة، تمام. طيب لو احنا بقى عاوزين نحسب اليوزر واحد، فاليوزر واحد بقى يبقى احنا هنشيل 8 سلوتس ديت، بدل ما هما 8 هيبقوا ايه 1، يعني كل يوزر هياخد يعني كل، يعني اللي هو انا عاوز احسب يوزر واحد، فانا ساعتها هاخد ايه 1 بس من التمانية، يعني مش هاخد مش هد مش هد مش هحسب التمانية كلهم، لان التمانية ده كلهم بيبقى حاجة تانية اسمها لينك سبيد، اللي هو بقى ايه التوتال سبيد بتاع كل الفرق، يعني لكل اللينك بتاعي، لكل الميديم بقى بتاعي، تمام. فدوت ده لينك سبيد، ده طبعا في تي دي ام ايه حاجة كده، بس مجرد بس عشان نفهم بس ايه الفكرة، بس نعرف بس يعني ايه المقصود بلينك سبيد، تمام. و احنا خلاص قلنا اللي هو statistical multiplexing اللي هو بيبقى بيرجع على حسب ال demand يعني للresource اللي احنا عاوزين نستخدمه. لو واحد عاوز يعمل streaming، فزي ما احنا قلنا مثلا هياخد 2 slots 3 slots عشان يقدر يسرع اللي هو
سيرفيس اللي هو عاوز يستعبيها. طبعا دوت على عكس في السيرك سويتشنج اللي هو زي ما احنا قلنا ايه الديفيجن مالتيبلكسنج زي اللي فوق دوت كده في التي دي ام، ان هو بيتقسم سلوتس وكل واحد يبقى ليه السلوت ديت طول الوقت محدش يجي ياخدها ايه منه. تمام. طيب اخر حاجه ممكن نتكلم عليها هي حاجه يعني ماثيماتيكال، حاجه بنسميها اللي هو probability of congestion، او يعني احتماليه ان يحصل اختناق في النتورك بتاعتي. فالاختناق ممكن هنحسبه في السيركت سويتشنج وفي باك سويتشنج. ففي السيركت سويتشنج طبعا ده بيتحسب اللي هو ايه، مثلا انا عندي الميتا بتاعي هيتقسم ل 10 يوزرز، فاحتمال يحصل اختناق امتى؟ لما يعدوا ال10. يعني مثلا يبقى عندي 11، يعني انا عندي 10 خلاص مفيش اختناق، لكن لما يبقى عندي 11 فساعتها هيبتدي يحصل الاختناق. فاحتمالية ان يحصل اختناق بيتحسب عن طريق اللي هي المعادلة ديت اللي هو اللينك سبيد لكل يوزر في عدد اليوزرز على الافيلبل لينك سبيد. بمعنى ان مثلا انا عندي اللينك سبيد بتاعي 1 ميجا وكل يوزر هياخد 100 كيلو، فساعتها لو انا مثلا عندي دلوقتي اليوزر اللي بيستخدمه دلوقتي مثلا 3، فاحتمالية اللي يحصل اختناق هتبقى كام؟ هتبقى 0.3. ده كده ده احتمالية الاختناق بتاعي. لسه ما حصلش اختناق، الاختناق يبتدي يحصل امتى بقى؟ لما يوصل بقى ايه 100% بقى، خلاص ده احنا ال10 يوزرز كده خلاص خدوا كل الميديم بتاعي، فكده خلاص الميديم بتاعي ايه تم الاختناق بتاعه. طبعا ده زي ما احنا قلنا كده ان هو بيقول ان خلاص يعني ده الريسورس بتاعي بيتم استهلاك. عكس الباك سويتشنج، الباك سويتشنج يعني بيحصل نتيجة برضو نفس الكلام ان عدد اليوزرز يكونوا اكبر من الافيلبل يوزرز اللي انا ممكن استخدمهم. بس الفكرة ان انا عندي ممكن الافيلبل ده اخليه كبير، يعني ممكن اخليه 35، ممكن اخليه 100، ممكن اخليه 1000، يعني افتح العدد اليوزرز ده. فاللي هنلاحظه ان لو احنا عاوزين نحسب البروبابيلتي، طبعا دي بقى البروبابيلتي دي ماثيماتكس شوية، ان هو البروبابيلتي بتاعت ان يحصل عدد اليوزرز يبقى اكتر من عدد الافيلبل يوزرز ديت بتساوي 1 ناقص البروبابيلتي بتاعت ان عدد اليوزرز يبقوا اقل من الافيلبل يوزرز او توتال يوزرز اللي انا ممكن استخدم اللي هو ممكن يخش على النتورك دلوقتي. دي بقى كده بتتفك بحاجه اللي هي ايه باينومال ديستريبيوشن، اللي هو الباينومال ديستريبيوشن هو بيرجع لحاجه اللي هو بيقول النمبر اوف سكسسز لعدد تكرار من المرات. فانا دلوقتي عندي ان هو نجح 5 يوزرز مثلا في ان هم يخش على النتورك من اصل 35 مرة، فابتدي بحسب بقى اللي هو البروبابيلتي بتاعتي ديت اللي هو بتقول هل تم اختناق ولا لا. طيب نوضحها برضو اكتر شويه عشان اعتقد كده مش وضحت. فهي المقصود بيها يعني مثلا هنقول كمثال مثلا البروبابيلتي بتاعت ان يحصل اختناق لما يكون عندي 5 يوزرز من 35 مثلا، فايه اللي ده المقصود بيها ايه؟ يعني البروبابيلتي بتاعت ان حصل انت يحصل هو الاختناق، فلو مقصود بيها البروبابيلتي بتاعت ان لما يحصل مثلا 1 يوزر من 35 زائد ان يحصل 2 من 35 وهكذا لحد لما يحصل البروبابيلتي بتاعت 5 من 35. ده المقصود بيها. تمام. فهو المقصود بيها اللي هو نفس البروبابيلتي من 1 لـ 35 وهكذا. بجمع بقى البروبابيلتي دوت فدوت ده كده ان هو ما حصلش اختناق. فعشان نحسب بقى حصل اختناق نبتدي ايه نطرحهم ايه من 1. تمام. ده كده شرح بروبابيلتي مش يعني تمام. تمام.